هي الصورة عن بعد بأعلامها وشعاراتها وصورها وألوانها وناسها. بين هؤلاء الناس الصورة تبدو أقرب إلى خصوصية كل منهم. لم يحل شيء دون تلبية النداء، أو بالأحرى إبداء رأي شكلت ساحة الحرية مساحة له بعد أن ضاق العالم بأسره أحيانا. من ألمانيا جايين طبعا ضد الصلاح أول شيء، يعني وعايزين السلام. ده عايشين ألمانيا. محمود لبناني أول مرة بيزعل كلامة هيدا النهار غير شكل لبنان ما في منا أول مرة وآخر مرة بتضل هاي. لا عمر ولا مسافة ولا انتظار طال حال دون الحضور إلى ساحة الحرية، وقوفا جلوسا أو حتى افتراشا للأرض. المهم إيصال الصوت ومن خلاله الرسالة، الرسالة التي كتبت ليس على اللافتات وحسب، بل على أجساد اختلفت أحجامها. لفرجي للبنان كله انه نحن بس علم اللبناني موجود هون، ما في غير اعلام ابدا. ما خلى شيء يعيقك انك تجي؟ ولا ابدا ولا ابدا، ضلينا نازلين مع الشعب كله تنقول له بس ما في سلاح. الشعب يريد اسقاط السلاح. عشان قال لنا سعد انه بحبك وجاي عشان طلعين حقيقه. عمري 70 سنه ما بيتعبك المشوار لهون؟ لا كرمال سعد. لا مرحبا، من وين جاي؟ انا من بيروت. ما في شيء خليك انك ما تجي يعني حتى اعاقتك؟ لا اكيد ما في. الانسان لما يسمع شغله يكون مقتنع بقرار اكيد ما في شيء بيوقف قدامه. وانت شو جيت اليوم لتقول؟ هنا نقول انه بدنا دوله، بدنا امان. الشعب يريد اسقاط السلاح. لعن سعد لعن سعد. 70 سنة. في شيء خليك انك ما تجي؟ يمكن فكرت انك تتعب من هالمشوار؟ لا ابدا. شو جيتوا لتقولوا؟ الحرية. وكيفما كان شكل التعبير، المهم ان ساحة الحرية قالت كلمتها كما في كل لقاء مع جمهورها، جمهورها الذي لا تشبعه صور تلو الصور تؤرخ مرحلة من تاريخه المعاصر. من دون كلل أو ملل يشارك جمهور ثورة الأرز بالزخم نفسه في كل لقاء في ساحة الحرية، مشاركة جاءت هذه السنة رفقا لوصاية السلاح وانطلاقا لانتفاضة الكرامة. ساحة الحرية، مها ظاهر، أخبار المستقبل.